سيادنا السلام عليكم مرحبا بكم في gameplay.ma اليوم غادي نشوفو معكم البيرو ديال ايكيا سيت ان ستاند اللي كيطلع وكيهبط وغنشوفو كيفاش نمونطيو ان شاء الله. اول حاجه نورغانيزيو كاع لي بياس اللي غادي نحتاجوهم في هذا المونتاج هذا. غادي نبداو باللاكس اللي كيشد الطابله، غادي نحطوهم بحال هكا واحد داخل واحد ونفيسيوهم مزيان بالسيبو ديالهم. ماركيو البلاصه ولصقوا اللصقات اللي غادي يتحط فوق منهم العود. دابا غادي نلصقوا الرجلين في اللاكس اللي كتحط عليه الطابله كما كتشوفوا. غادي نخشيوهم بهذه الطريقه وتقدروا تخشيوهم بطريقه اخرى اللي تسلككم. ونخشيو السيبوات ديالنا ونزيرو مزيان بهذه الطريقه هذه. من بعد كنركبو هاد السيبور اللي كيتحط فوق منها العود بهاد الطريقة هادي وكنزيرو مزيان. اي فوالا، بالنسبة للرجلين هاد الجهة العريضة هي اللي كتكون هنا. وكنستعملو هاد الفيسات هادو باش نفيكسيو. دابا عندنا هاد الرجيلات هادو هما اللي غادي نديرو هنا وهنا، كنزيروهم بهاد الطريقة هادي. بالنسبة لهاد اللاكس هذا اللي كيطلع ويهبط رجلين غنخشيوهم بحال هكا فوالا، وغادي نحطوها هنا. هاد الجهة هادي هي اللي كتدخلو هنا. وكتدخلو الجهة الاخرى بنفس الطريقة وعندكم تقلبوهم حيت الجوايب بجوجو ماشي بحال بحال. كما كتشوفو هاد السيركليبس هدا غادي نجرو الوسط بحال هكا، وكنجيبو معادي هنا باش كيفيكسيها ومكتبقاش تخرج وطيح. فوالا دابا الهيكل موجود، بقى لينا دابا نركبو غير العود. الوغ دابا سيادنا هاد البارتيات هادو ديال البلاستيك كتركبو هادي هكا وهادي هكا باش فاش كندخلو داك اللاكس كيدخل بحال هكا وكيهبط من هنا باش يتشد. هاهما الفيسات اللي غادي نستعملو ونزيرو مزيان بالطورنوفيس. اون فوا العملية سالات نقلبو الهيكل باش نفيكسيو مع العود. كما كتشوفو خاص الجهة ديال الكادر اللي في هاديك التقبة تجي معاها دوك البلاستيكات. كندخلو هاد البارتيات ديال البلاستيك ونضربهم بشوية بمطرقة، ولا بغيتي تورك عليهم غا بيديك راه كافية. كنشدو هاد المسمار ديال البلاستيك أوسي وكندخلوه في هاد البارتي هادي باش تزير، ونفس العملية كتنطبق على تلاتة البلايص اللي بقاو. الوغ المانيفيل ديالنا كما كتشوفو كنخشيو هنا باش يدخل في هاديك التقبة اللي تما. كان الينيو بحال هكا وخاصك شويه تدفعو باش يدخل. فوالا، اول حاجه كندخلو الجلد هنا وكنشدو هاد البارتي هادي كنزيروها بهاد الطريقه هادي. فوالا الريزولتا، كيولي المانيفير خدام عندكم بحال هكا. صافي هذا ما كاين، نقلبوا الطابله ديالنا باش نشوفوا الريزولتا فينال. بور انفورماسيون الطابله هذه فيها 160 سنتيمتر على 80 سنتيمتر، هذه الفيرسيون كبيره وكاينه لا فيرسيون صغيره ديالها. الوغ دابا غادي نتيستيو معكم الخاصيه باش كتميز الطبله، غادي نطلعوها ونهبطوها باش نشوفوا التالين كتطلع والتالين كتهبط. ولكن ما كتشوفوا معنا كتطلع بما فيه الكفايه حتى كتولي بحال شي كونطوار.
فوالا سيادنا، وصلنا لنهاية الحلقة هذه، وكما كتشوفوا معنا ما شيطناش بياس، وما بقى لي غنقول لكم سيادنا السلام عليكم.